السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشعر الألماني مع محمود التلباني. النهاردة يا شباب عايز أكلمكم عن كلمة مهمة جدا ومستخدمة بشكل كبير جدا في اللغة الألمانية، وهي دي فوست. هي كلمة واضحة جدا بالنسبة لي، لحد امبارح ما حصل معايا موقف شقلب لي معنى الكلمة دي. مش هطول عليكم المقدمة، استنوني بعد الفاصل. لوس جيتس. اهلا بكم يا شباب مره تانية. طبعا كلنا عارفين مصطلح مياس فواس، داس اسميا فواس، اس اسميا فواس، يعني بالنسبه لي اللي هو مش مهم، مياس ايجال. جميل، طبعا كل دوت حلو وكلنا عارفين المصطلح دوت. لحد امبارح ما كنت مع اتنين المان صحابي قاعد معاهم في البيت، واحد فيهم قاعد بياكل، فاخوه دخل عليه عايز ياكل معاه، فقام اللي بياكل قايل له ناين. اخوه رد عليه وقال له ابا باغوم بين داين بو دونت هاب هونجا، يعني يا عم انا في ايه يابا، انا اخوك يا فواز وجعان، خليك حلو كده. هو لحد ما اخوها قال المصطلح دوت استوقفني كتير جدا، وهو يتس جيس اون دي فاست، يتس جيت اس اون دي فاست. فاللي هو انا وقفت كده ما بقتش فاهم. ما انا بتكلم، انا مش عايز اقرا هنا. اول حاجه جت في دماغي اللي هي مياس فواس، اللي هو الترجمه بتاعتها ده نقانق، حاجه كده مش مهمه يعني ما بنهتمش بيها، ان حاجه كده نقانق بنقلق فيها، يعني اللي هو مياس ايجال. فلو وقفت كده وما بقتش فاهم، هو مياس ايجال النقانق دي حاجه مش مهمه ولا حاجه مهمه، ولا هي بتتوقف على حسب الشخص، لو بتحبها نعظم فيها ولو ما بتحبهاش يبقى ايجال. لما سألته قلت له هو احنا ليه بنقول مياس فاس، يعني الموضوع دوت مش مهم، اللي هي الفاس ديت حاجة مش مهمة، وانت دلوقتي بتقول يس جيت ام دي فاست، يعني الموضوع يا باشا عن الاكل، يعني اللي هو ياخد قوت يعني على موت زي ما بنقول، فالفاس ديت مهمة ولا مش مهمة؟ قال لي لا يا برنس دي مهمة جدا كمان، ده احنا في زمان كنا في المسابقات زمان في الارياف والقرى كانت الهدايا بتبقى النقانق ديت، دي كانت بتبقى الجايزة بالنسبة لهم، هي شيء مهم. تاني حاجة لما ابتديت ابحث عن كلمة فاست في القلش بقى، يعني الموقف جاي من اغنية، كان واحد بيسيب حبيبته او خطيبته فبيقول لها ايه، ان كل شيء ليه نهاية، فبالالماني alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei، فبيقلش بيقول انه كل شيء ليه نهاية ما عدا السجق ليه نهايتين. ده انت خنزير، على انت راح خنزير، صراحة بالتلاتة خنزير ابن خنازير. فده طبعا حال خطيبته ولا حبيبته بعد ما قلش عليها القلشة ديت. بس كده يا شباب، دي كانت معلومة النهاردة. أنا حابب أأكد لكم من موقع هذا إن دويتش ماختش بس. Und wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mahmoud. Gefällt dir das? Assalamu alaikum, Shabbat.